الترميز في المنتوجات أو كما يسمى بالكود بار يلعب دورا كبيرا في حماية المستهلك والمنتج من عملية الغش التي تفشت مؤخرا في الجزائر. ولحماية هذه المنتوجات المرمزة من التقليد ستنشأ المنظمة الوطنية للترميز ستنشئ المنظمة الوطنية للترميز قاعدة بيانات مغاربية تسمح للمستهلكين بالاطلاع على كل المعلومات الخاصة بأي منتوج وضمان كونه المنتوج الأصلي. أحمد محمود يفصل في هذا الموضوع. لا يخلو أي منتوج مهما كان نوعه من رمز يحتوي على كافة المعلومات الخاصة به أو ما يعرف عندنا بالكود بار، غير أن عددا كبيرا من المنتجين يعمدون إلى وضع ترميز مزور. 1,800,000 ريجيس كوميرس سجل تجاري بالتدقيق، 5,500 شركة منخرطة مع جي اس وان، يعني 5,500 شركة اللي تستعمل كود بار صحيح والباقي كاملة مزورة. الشركات لازم تحمي روحها. اليوم لقينا شركات يعني تشتغل بالباركود تاعها، عندها شركات ثانيه تسرق لها في الكود بار تاعها. ولدفع المنتجين والمستهلكين للاهتمام اكثر بترميز المنتجات، وضعت منظمه جي اس وان الجزائريه المختصه في عمليات الترميز برنامجا مغاربيا يسهل على المنتجين والمستهلكين الاطلاع على كل المعلومات اللازمه للرموز الموضوعه على المنتوجات والتأكد من كونها غير مزورة. غادي ندير واحد التطبيق في الهاتف سمارت فون، ان ابليكاسيون موبيل تسكاني الباركود يمشي لهذا الكتالوج الالكتروني المنتوج وياخذ المعلومات اللي خاصين بالمنتوج، والمستهلك قد يعين المنتوج ويشوف بان المصنع هو حقيقة هذا المصنع اللي موجود في الدول المغاربية بأربعة، ليبيا تونس المغرب والجزائر، وغادي يشوف المعلومات اللي خاصين بالمنتوج، اي بان الجوده غتكون مضمونه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي تحارب بالغش المنتوجات والتقليد اللي موجود. تقنين وإلزامية وضع المؤسسات للترميز على منتجاتهم قد يكون واحدا من جملة الحلول الممكنة للقضاء على ظاهرة الغش في السوق الجزائرية وحماية المستهلك الذي يدفع دائما نتائج استهلاك مواد مغشوشة.